قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. انتظمت هذه الصورة الكريمة جملة فضائل لهذه الليلة. من هذه الفضائل أن الله عز وجل أنزل القرآن في هذه الليلة، وأن الله عز وجل عظم شأن هذه الليلة بقوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، وأن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وأن الملائكة تتنزل في هذه الليلة، قيل تتنزل بالرحمات والبركات والسكينة، وقيل تتنزل بكل أمر قضاه الله قدره لهذه السنة، كما في قوله سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وأن الأمن والسلام يحل في هذه الليلة على أهل الإيمان، وتسليم الملائكة يتوالى عليهم في هذه الليلة. فاللهم امنحنا أمنا وسلاما في هذه الليلة، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا، ومن بعد العسر يسرا، ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، واجعل بداية الأمن في هذه الليلة المباركة أمنا وسلاما على هذه الأوطان، ورد كيد أعدائها في نحرها. اللهم رد كيد أعدائها في نحرها. اللهم آمنا في أوطاننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا شك أن ليلة القدر في رمضان، وأنها في العشر الأواخر من رمضان، أما تحديدها فقال الحافظ ابن حجر: قد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا.
والأكثرون على أنها في العشر الأواخر من رمضان، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فابتغوها في العشر الأواخر. وأكثرهم على أنها في الوتر من العشر الأواخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وأكثرهم كذلك على أنها ليلة السابع والعشرين، وهو قول جماعة من الصحابة، وبه جزم سيد القراء أبي بن كعب، وحلف على أنها في ليلة السابع والعشرين كما في صحيح مسلم. والذي يظهر أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأوتار العشر هي الآكد، وأنها تتنقل في هذه الليالي الوتر، وأنها تتنقل في ليالي الوتر، وأن ما جاء عن أبي أنها ليلة السابع والعشرين يعني هذا في الغالب، وهذا لا يعني تعيينها في كل سنة في هذه الليلة، قد تأتي في ليلة 21 أو في 23 أو في 25 أو في 29. وقد ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. ما الحكمة في إخفاء ليلة القدر؟ وإنما أخفيت ليلة القدر ليجتهد العباد في الطاعة في جميع الليالي. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عين ليلة بعينها لاجتهد الناس في تلك الليلة وحصل الفطور في سائر الليالي، وحصل الفطور في سائر الليالي. وإنما أخفيت ليلة القدر ليجتهد العباد في الطاعة في جميع الليالي، فمن اجتهد في جميع الليالي أصابها، رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة ليلة القدر. فمن ترجح عنده خبر في ليلة أحياها، ومن أراد أن يوافقها على التحقيق فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى بالفراغ إليه في العبادات في الشهر كله، وتأكيدا في العشر الأواخر، وزيادة التأكيد في الوتر منها. هذا هو السر في عدم تعيينها. والسبب في عدم تعيينها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخرجت أو إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاح فلان وفلان فرفعت، والمقصود رفع علمها، وعسى أن يكون خيرا لكم. ما الخير في ذلك؟ الاجتهاد في الليالي كلها. وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في العشر الأواخر من الوتر. كيف يتحرى المسلم ليلة القدر؟ هذه الليلة المباركة
من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. لذلك ينبغي للمسلم الحريص على طاعة الله أن يحييها إيماناً وطمعاً في أجرها العظيم، وأن يجتهد في العشر الأواخر أسوةً بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد ما لا يجتهد في غيرها، وعليه أن يكثر من القيام في هذه الليالي ويحث أهله بالطاعة فيها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله حتى يكون حريا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الدعاء فيها، ويستحب الدعاء فيها والإكثار منه، لا سيما بالدعاء الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن عملت أي ليلة، أي ليلة القدر يعني، أرأيت إن عملت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فكأن غاية ما يطلبه العبد العفو، وماذا بعد العفو إلا رضوان الله والجنة. ما هي علامات ليلة القدر؟ في علامات في الليلة، وفي علامات في صبيحة هذه الليلة. ليلة القدر لها علامات تعرف بها، ومن هذه العلامات ما يكون في الليلة نفسها، مثل أن يكون الجو مناسبا والريح ساكنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. من علامات تلك الليلة الطمأنينة والسكينة التي تنزل بها الملائكة، فيحس المسلم بطمأنينة القلب، ويجد من انشراح الصدر ولذة العبادة في هذه الليلة ما لا يجده في غيرها. ومن العلامات ما يكون لاحقا، مثل أن تطلع الشمس في صبيحتها صافية لا شعاع لها. فعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، يعني إيه؟ يعني قرص أبيض كده ملوش شعاع، فكأنها طست حتى ترتفع الشمس. لعامة الناس حول علامات ليلة القدر خرافات كثيرة جدا واعتقادات فاسدة، منها أن الشجر يسجد في هذه الليلة، وأن الماء الملح يصير عذبا في تلك الليلة، وأن الكلاب تكف عن النباح في تلك الليلة. كل هذه أشياء من اختراع مين؟ من اختراع الناس. ولكن ما ورد في الأحاديث من علامات هو المعتبر
في تلك الليلة وفي صبيحة تلك الليلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذه الليلة، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يمتن علينا بالعفو. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.